أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة لحضور حفل ختام بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي التي احتضنتها مملكة البحرين على مدار 3 أيام بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وشهد الحفل الختامي حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وعدد من الوزراء. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن شكره واعتزازه برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للحدث العالمي، حيث ساهمت الرياضة بتحقيق كامل الأهداف للبطولة التي سلطت الضوء على المنجزات التي حققتها مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن النجاح الذي سجلته مملكة البحرين في استضافة البطولة العالمية يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من إمكانيات احترافية في تنظيم الفعاليات الكبرى التي تسهم في مواصلة الدفع بتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في الترويج المميز للمملكة عبر الفعاليات الرياضية التي تلعب دورا بارزا في انتعاش الاقتصاد. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالنجاح المميز الذي شهدته البطولة والذي سيكون حافزا لمواصلة تنظيم البطولة خلال السنوات القادمة، مهنئا سموه كافة المشاركين الحائزين على المراكز الأولى في مختلف الفئات. وشهد حفل الختام تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، كما تم تكريم الوزارات والمؤسسات والهيئات المساهمة في تنظيم البطولة والشركات والمؤسسات الراعية للحدث العالمي الذي حقق مكاسب عديدة على مستوى تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، إضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة للبطولة.